التضاد الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غيرنا من حول الواجهة الأساسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشراع القاري والدولي، لما نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليم جنوبية وتوفير خدمات البنية التحتية المتصلة للتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات السلاح الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضر التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساعد في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو الاهتمام باستراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات كثيرة للبقاء قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشرقية والصحراوية. شعبي العزيز، إن المغرب كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص. الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصائص الغوص في البنية التحتية والاستثمار والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق نعمل مع شقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية مناجئة لها في إطار التعاون الدولي. وفي هذا الإطار يندرج المشروع الاستراتيجي أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزايد الدول الأوروبية للطاقة. وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي تجمع الدول الإفريقية الأساسية الثلاثة والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. إن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. إذا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا لتأهيل البنية التحتية لدول الساحل، والأمل أن نربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمي. والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية الطرقية والبنائية والسكن الحديدية رغم إشارة هذه الدول الشقيقة، لما نبينا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها. سامي العزيز، لقد تكلمت عن الجانب الجدية وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير من التقلبات. وقد سددت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة قيم التضحية والوفاء حب الوطن التي مكنت المغرب من تحرير أرضه واستكمال سيادته عليها. وعندما تكلمت عن الجدية فذلك ليس عتابا وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل لاستقبال المشاريع والإصلاحات ورفع التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما فهمه الجميع ولقي تجاوبا واسعا لمختلف الفعاليات الوطنية. وهي منظومة متكاملة من الخير مكنت من توفير المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات لا سيما في النهوض لتنمية أقاليم الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي. قد اعترفت والحمد لله
الأدين من الظلم بمرضية سهلة، وأبعد دول أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المرتعب، كما ساهمت في التضامن والتعاون والإفتتاح التي تميز المغرب من تعزيز دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثق وذي مصداقية موثوق وذي مصداقية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة على الدول العربية والإفريقية الشقيقة. شابي العزيز، نغتنم مناسبة تخليل هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بحياه مسيره الحضاره ووفاءنا لخصمها الخالد، كما نشيد بالجنود التي تبذلها القوات المسلحه الامريكيه والقوات الامنيه والاداره الترابيه وكل القوى الحيه داخل الوطن وخارجه في الدفاع عن حقوق المشروع للوطن. ويجبنا ان نستحضر بكل تقدير واجلال روح مبدئ المسيره الحضاره، وليدنا مولاها من جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأكرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.